واحنا بندور على الرامزي هانت سيندروم، كنا فاكرين انها يعني لها علاقه بالحزام الناري، ولكن فوجئنا ان هي فعلا لها علاقه بالحزام الناري، ولكن موضوع جلدي او مرض جلدي في المقام الاول او في التوصيف الاول. دكتور امين شاروبيم، استشاري الامراض الجلديه. دكتور امين، انا كنت متخيله ان ده له علاقه بمرض له علاقه بالاعصاب، ايه علاقه الرامزي هانت سيندروم بالامراض الجلديه؟ مساء الخير يا مدام لميس، مساء الخير للمشاهدين. هو فعلا رامزي هانت سيندروم ده مبدئيا، بس رامزي هانت ده كان بروفيسور في امريكا في كورنيل يونيفرسيتي، متخرج من جامعه بنسلفانيا، وكان دكتور وليه يعني ابحاث كتير قوي في الحاجات الاعصاب والحاجات دي. فهو رامزي هانت سيندروم ده هو اول واحد اتكلم فيه، ان هو عباره عن الحزام الناري. احنا عارفين ايه، بس مبدئيا ايه هو الحزام الناري؟ الحزام الناري ده فيروس الشيكن بوكس بعد ما بيجي لنا واحنا صغيرين. فيروس الشيكن بوكس ده ممكن يظهر مره ثانيه ويبقى اسمه الحزام الناري، وبياخد جزء من الاعصاب في ناحيه واحده من الجسم. لما الحزام الناري او الفيروس الشيكن بوكس ده يمسك العصب بتاع الوجه اللي هو اسمه الفيشال نيرف، العصب السابع بتاع الوجه، اول ما بيمسكه بيحصل الرامزي هانت سيندروم ده. معناها انه الفيروس بتاع الشيكن بوكس عمل مسك العصب بتاع الوجه، العصب السابع او الفيشال نيرف، ويظهر زي ما احنا شايفين كده انه العصب ده بيبقى مش شغال نتيجه اصابته بالفيروس ده، فبتبقى حركه الوش من ناحيه واحده اللي فيها الاصابه، بتبقى عضلات الوش فيها زي شبه شلل، بيبقى فيه زي وجع في الاذن، بيبقى فيه زي طنين وفي الاذن، بيبقى فيه عدم اتزان، بيبقى فيه وده اللي بيميز الرامزي هانت سندروم، اكتر حاجه بتميزه ان بيبقى فيه بثور او فيه طفح جلدي موجود عند الاذن وموجود في نص اللسان الاخراني وموجود في البق، والطفح الجلدي ده بيبقى زي ما بنقول فيزيكلز او فقاقيع صغيره بتوجع جدا، وهو مرض مؤلم الى اقصى الحدود. ولما بيجي في الرامزي هانت سندروم ده، يعني لما الحزام الناري يمسك عصب الوجه، بيبقى الوجع بتاعه اكتر من الوجع الطبيعي، وبيبقى مصحوب الوجع ده بوجع في الاذن جامد جدا، وعدم القدره على الاتزان، وعدم القدره على السمع كويس، ولازم يتعالج بسرعه ويتعالج كويس، يا اما بيبقى له مضاعفات كتير. قبل ما اتكلم في العلاج، كنت بتقول لي قبل البرنامج ان احنا اكتشفنا انه مع زياده الفاكسينيشنز بيزداد انتشار المرض ده. هو فعلا في ابحاث كتير قوي طالعه، وابحاث كتير قوي بتتكلم في الموضوع ده، ودكاتره الجلديه كلهم هيبقوا ملاحظين ان في العيادات، زي ما احنا ملاحظين العيادات، بقى ظاهر فيها المرض الحزام الناري منتشر جدا، او الفاريسيلا زوستر او الشينجلز. المرض ده انتشر جدا جدا بعد الفاكسينيشن، يعني بعد الفاكسينيشن، بعد التطعيمات اللي بناخدها للكورونا، تطعيمات الكوفيد وتطعيمات الكوفيد 19، معاها بيظهر شويه حاجات امراض جلديه، من اهمها انه الحزام الناري زاد جدا وبقينا بنشوفه بكثره. وبعدين هو دايما بيجي حضرتك للناس اللي سنها كبير، بقينا بنشوفه في الناس انها صغير. يعني ده جاستن بيبر ده صغير جدا يعني. بالظبط، وفي ابحاث كتير قوي بتتكلم في الموضوع ده. بس هو يعني العلاج بقى يا دكتور، العلاج، العلاج، العلاج مرتبط جدا، عشان كده هو اعتذر. العلاج مرتبط جدا ب وقت ظهور المرض، السرعه في ان احنا ناخد المضادات الفيروسات. لو اتاخدت مضادات الفيروسات بسرعه بالجرعه الكويسه مع حاجات طبعا للالم، المرض بينتهي بسرعه. لو اتاخرنا ممكن الالام تقعد والمضاعفات تقعد اكتر لمده 6 أشهر لسنه. فعلشان كده بيبقى السرعه في العلاج اللازم في المرض الحزام الناري ده اهم حاجه. هل في حاجه للوقايه؟ طبعا في، بس بتاخد الناس اللي سنها كبير، ظهر بعض الفاكسين او بعض التطعيمات للمرض ده، يعني بعض التطعيمات اللي بتتاخد لمرض الحزام الناري. وبره مصر
ناس كتير قوي ده بيبقى للكبار، بيبقى ده من الروتين الصحي بتاعهم ان ياخدوا تطعيم الحزام الناري. وعايز اقول ان تطعيم الحزام الناري بقى موجود دلوقتي في مصر. لا يعني احنا خلاص تعبنا من التطعيمات. لا يعني بص يا دكتور بقى، احنا تعبنا من التطعيمات، كوفيد وناري واوميكرون خلاص يعني جربوا فينا كل التطعيمات، التطعيمات دي اللي هتموتنا مش الكوفيد ومش الحزام الناري. شكرا دكتور امين شاروبيم استشاري الامراض الجلديه، حبينا نتعرف ما هو الرامزي هانت سيندروم.